السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنا جنان اليعقوبي، تلميذة بالسنة السادسة بمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بفندق الجديد بعد مدينة ترومبيليا ولاية نادي. أنا سعيدة اليوم بمشاركة في مسابقة رمضان بنكهة بلدي العربي والمتمثلة في رسمة بلدي تحت إشراف معلمتي السيدة هاجر بن خميس، والتي تنظمها جمعية التربية التكنولوجية الحديثة، وأتمنى أن ينال عملي إعجابكم. أولا سأعرض عليكم الأدوات والخامات المستعملة. هذه ألوان مائية، وهذه فرش التلوين، وهذه أقلام الرصاص، وهذا اللماع، وهذا أقلام، وهذه أقلام، وهذا باستيل، وهذه الكراسة سكيتش بوك التي سأرسم عليها. سأبدأ الرسم. الآن لقد أنهيت رسم الصورة التي أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا حسنا.